اليوم قدمنا محاضرة تتناول مختلف مظاهر العنف الرمزي الذي تعيشه المرأة بصفة عامة، لا سيما فيما يخص العنف الرمزي الذي نراه في وسائل الإعلام، سواء سينما أو أي إنتاج سمعي بصري، مواقع التواصل الاجتماعي أو غير ذلك. كان تركيزنا في المداخلة يضم صورة المرأة العربية أو المسلمة في وسائل الإعلام الغربية من خلال السينما، من خلال التصورات والمخيال الغربي الذي يقدم المرأة العربية دائما في هيئة المرأة المستعبدة جنسيا، في هيئة الجسد، في هيئة أيضا ما يعرف بالحريم، الحرم لك. فيعني كل هذه الصور المبتذلة للمرأة العربية أو المرأة المسلمة تقدم انطلاقا من أفكار الاستشراق الذي أسس لها الكثير من الأدباء والمفكرين الغربيين الذين كتبوا عن المشرق. أيضا تناولت الصور النمطية التي نراها الآن من خلال الإعلام الغربي الذي طبعا يأخذ في الكثير من الحصص كل ما هو سلبي ويقدمه على أساس أنه ينتمي للمرأة العربية والمرأة الجزائرية على وجه الخصوص. أيضا تناولت الإنتاجات المشتركة السينمائية والتي لا تصب في مصلحة المرأة الجزائرية أو صورة المرأة الجزائرية، على العكس من ذلك، وإنما تقدمها بصورة سلبية وصورة نمطية. إنتاجات المشتركة أكيد هي من تمويل غربي وأفكار غربية عن المرأة الجزائرية. ما يؤسفنا أنه، وهذا ما ذكرنا في المحاضرة، أنه ليس هنالك إنتاج مضاد يقدم صورة المرأة الجزائرية والعربية والمسلمة كما هي في الواقع، بنضالاتها، بنجاحاتها، بألامها، بأفراحها، بطموحاتها، على العكس من ذلك. وإنما كما ذكر البعض ليس هنالك طبعا إنتاج سمعي بصري أو سينمائي ينافس أو يرد على ذلك. هذا باختصار ما طرحناه في المداخلة.